ذهب الألم يا صغيري؟ جروح انفجار بيروت هل لا زالت تنزف؟ وماذا عن تلك اللحظات؟ هل لا زال رعبها يطاردكما؟ يحيى وزكريا لم يتبقى لهما سوى صدر أمهما عائشة ملجأ يشعرهما بالأمان، أمان فقده اللاجئون السوريون في بيروت كما في بلادهم. يعني شوف ابني الصغير ما عم يوقف دمه، ونحاول نوقف الدم الراسه ما عم يوقف، هذا أصعب شيء يعني. ولا أنا ما كنت حاسة على حالي شو فيني أو شو صاير معي يعني، ما يعني شيء أول مرة بحس فيه، قبل ما صار معي هيك يعني ولا مرة. حسيت حالي مثل هيك، فجر البيت ما عاد شفت شيء، كله ضباب وهيك. حسيت على جوزي عم يناديني، عم يقول عايشة يا الله يا الله، يحيى زكريا، صار يخاف من أي شيء ومن أي حدا شوفه خاف. العائلة الفارة من الحسكة في شمال شرق سوريا تحاول جاهدة تشتيت انتباه طفليهما عن الألم. ربما ليس الوجع وحده ما يبكي الصغيرين. أكيد بتمنى الأمان للكل يعني، اللبنانية ولا السورية ولا من أي بلد يعني. كنت ما بتمنى أشوف حدا بالشارع عم ينزف أو مجروح يعني. اللي لما نزلنا وشفنا العالم بالشارع أكيد توجع قلبي أكتر لما نزلت. مثل كثير من السوريين واللبنانيين كانت عائشة آمنة وزوجها وطفليهما في منزلهم، وفجأة وجدت نفسها وعائلتها تحت الأنقاض. انفجار قتل ما لا يقل عن 34 لاجئا سوريا في بيروت، وذلك وفقا لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.